يا على اسمك حاجه جميله. ايوه افطار السنوي لصالون علاء الاسوان. سالفه كان في المعطل من السنه دي عملناه هنا، الدكتور علاء عمله هنا، وانت شايفه كل واحد جاي معاه افطار وهو جاي، وكل واحد بياكل من طبق جميل، يعني لقاء جميل وافطار جميل، وبعدين اجمل ما كده اجمل ما فيه انه بعد كده في ندوه ثقافيه عن احد الكتب. احنا عايزين كل يوم رمضان من عينيا. سلام ايه جمسكونا بقى شكرا.